مساء الخير مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم، وانا دينا زهره برحب بكم في حلقه جديده من حلقات نقاط ساخنه. النهارده في الفقره الحواريه الاولى نسلط الضوء على الازمه القطريه، لكن في ضوء اعلان استقاله المبعوث الامريكي للازمه انتوني زيني. الحقيقه تزامن مع الاستقاله جوله وزير الخارجيه الامريكي مايك بومبيو الى الشرق الاوسط، وفي اللي بيزور خلالها الحقيقه عدد من الدول العربيه، الامر اللي بيثير عده تساؤلات حول توقيت الاستقاله. وبالتالي في هذه الفقره نطرح عده اسئله يعني رئيسيه عريضه. لماذا يستقيل المبعوث الامريكي؟ ولماذا في هذا التوقيت؟ وهل يعني ذلك انه الولايات المتحده الامريكيه قد تنسحب من ملف الازمه الخليجيه؟ أو على الأقل تغير من استراتيجيتها تجاه الأزمة الخليجية، وما هو شكل هذا التغير؟ خاصة إذا ما وضعنا في الاعتبار مثلا إحدى تغريدات وزير الدولة لشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش حين تحدث معلقا على الأزمة الخليجية، وقال إنه هي أزمة مرشحة أن تمتد في عام 2019 وتأخذ أبعاد مختلفة. لذلك نلقي الضوء على هذه الأزمة، إلى أي مدى يتغير مصيرها مع مبعوث جديد أو مع اختفاء المبعوث الأمريكي الحالي؟ ما هي السيناريوهات المتوقعة لهذه الأزمة؟ ضفنا في هذا النقاش هيكون دكتور محمد جمعة الباحث في مركز الأهرام الاستراتيجي، ولحضراتكم أيضا مشاهدينا الكرام نصيب في هذا النقاش، فقد طرحنا عليكم سؤالا على مواقع التواصل الاجتماعي، صفحة البرنامج وصفحة القناة، ندعوكم للمشاركة فيه. هذا السؤال هو: هل قررت واشنطن الابتعاد عن الأزمة القطرية بعد استقالة مبعوثها، نعم أم لا؟ وسنعرض لإجابات حضراتكم على الهواء مباشرة وقت ما يبدأ النقاش في هذا الموضوع بعد حوالي ساعة إلى ربع من دلوقتي. أما النقاش الثاني في حلقة الليلة الحقيقة يأخذ يعني منحى فلسفي أكتر ونظري أكتر، لكنه ليس بعيدا عما يجري في الساحة الدولية، بل على العكس قد يكون سبب من أسباب تفسير ما يحدث الآن. الحقيقة نتكلم في هذه الفقرة عن نظرية صراع الحضارات، وهي النظرية الشهيرة جدا للباحث السياسي والمفكر سامويل هانتنغتون. الحقيقة مر على هذه النظرية تقريبا ربع قرن، 25 سنة بعد المقالة الشهيرة اللي كتبها سامويل هانتنغتون، ثم حولها إلى كتاب وضع فيه تفاصيل أكتر عن هذه النظرية اللي من وجهة نظره تفسر العلاقات الدولية والسياسة الدولية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة. باختصار شديد وبتبسيط شديد، سامويل هانتنغتون كان يقول أنه يتحدث عن نظرية صراع الحضارات، ويرى أنه هذا الصراع سيكون حتمي، ويرى أنه الصراع لن يكون بين الدول الوطنية فقط، بل سيكون بين حضارات. وفي تعريفه يعني للحضارات بيرى أنه جزء منها هو الدين، جزء منها هو الهوية الثقافية، وبالتالي يرى أنه الحضارات سوف تتصارع، سوف تصطدم بعضها ببعض، وده هيكون شكل العلاقات الدولية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة. الحقيقة احنا بنتساءل في هذه الفقرة عن هل ما زالت هذه النظرية صالحة للاستخدام؟ هل بالفعل كانت نظرية صحيحة فسرت شكل العلاقات الدولية في الفترة الأخيرة، خاصة في آخر 10 سنوات مثلا؟ كيف فسرت هذه النظرية عدد من الأزمات اللي شهدها العالم؟ داعش على سبيل المثال، كيف يمكن مواجهة داعش في ضوء هذه النظرية؟ كيف يمكن فهم الصراعات داخل الحضارة الواحدة طبقا أو في ضوء نظرية هانتنغتون؟ سنطرح يعني هذا الموضوع للنقاش ونحاول الإجابة عليه مع ضيفنا الأستاذ سيد جبيل الكاتب الصحفي، وأيضا لحضراتكم مشاهدينا الكرام طرحنا سؤال بندعوكم للمشاركة فيه: هل ترى أن نظرية صراع الحضارات لا تزال قادرة على تفسير الأزمات الدولية الجارية، نعم أم لا؟ كعادة كل حلقة بنبدأ مع حضراتكم بيكون فيها استعراض لآخر الأخبار، وأيضا حلقة يوم الجمعة كما هي العادة بتكون استعراض لوسائل الإعلام الإسرائيلي، نبدأها بعد لحظات.
البداية بموقع دابكا الاستخباراتي قال إن هناك دعوة تركية لحلف جديد في سوريا رغم معارضة روسيا لدخول القوات العسكرية التركية إلى المناطق الكردية. الموقع أفاد إن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو دعا إلى إقامة حلف روسي تركي إيراني في سوريا على خلفية الانسحاب الأمريكي المفاجئ من سوريا، بدعوى أن الإرهاب ما زال موجود في الداخل السوري وفي المنطقة ككل. أورد الموقع أيضا أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بيعتزم زيارة روسيا للقاء فلاديمير بوتين لبحث ملف الانسحاب الأمريكي المفاجئ من سوريا، رغم أن الكرملين لم يرد على ما ذكرته وسائل الإعلام التركية حول هذه الزيارة. وأضاف الموقع الاستخباراتي أن الرغبة التركية في التوجه نحو روسيا بدأت تظهر بوضوح من خلال رفض إردوغان لقاء مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون خلال زيارته الأخيرة لأنقرة. نبقى مع موقع دابكا الاستخباراتي ونبقى أيضا مع العلاقات الأمريكية التركية خاصة في ضوء الأزمة السورية. الموقع يقول أن هناك أزمة حقيقية بين الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، وبدت في رفض استقبال الرئيس إردوغان لجون بولتون كما ذكرنا منذ قليل. الموقع قال أن بولتون لم يكن وحده في زيارة تركيا، وإنما رافقه المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا ومندوب مواجهة تنظيم داعش السفير جيمس جيفري، وبأن الوفد الأمريكي حاول يقدم مقترحات حياد الأزمة التركية مع الأكراد لكن إردوغان رفضها كلها. الموقع بيوضح أن بولتون اقترح على إردوغان اتفاق مشترك بعمل الجيش التركي في سوريا لكن في مناطق لا يوجد بها قوات أو سكان أكراد، أو بكلمات أخرى يعني الولايات المتحدة رفضت دخول الجيش التركي معسكرات ومقار الجيش الأمريكي اللي هيتم إخلاءها في سوريا. رجح الموقع الإلكتروني قيام الرئيس التركي إردوغان بعملية عسكرية ضد الأكراد قريبا. صحيفة إسرائيل اليوم ذكرت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قريبا. الصحيفة أشارت إلى أن نتنياهو ينوي المشاركة في مؤتمر آيباك في واشنطن المنعقد قبل الانتخابات الإسرائيلية بأسبوعين، يعني تقريبا في 9 من شهر أبريل المقبل. من المتوقع أن يلتقي ترامب في البيت الأبيض. نقلت الصحيفة عن مجموعة من المقربين من نتنياهو أن اللقاء ليس مؤكدا، لكن مسؤول مقرب من نتنياهو قال أن رئيس الوزراء ضيف دائم في المؤتمر السنوي لمنظمة آيباك وأنه ينوي السفر لواشنطن رغم أن الفترة ستكون قبل إجراء انتخابات الكنيست بأسبوعين فقط. صحيفة معاريف ذكرت أن أفيغدور ليبرمان وزير الدفاع الإسرائيلي السابق قال نصا إننا فشلنا في مواجهة حركة حماس والكابينت ونتنياهو خضعا للإرهاب على حد قوله. الصحيفة أوضحت أن ليبرمان اعتبر أن حركة حماس نجحت في مواجهة الجيش الإسرائيلي وحققت نجاحات كبيرة حتى أنها حصلت على 30 مليون دولار من قطر بموافقة تل أبيب على حد قوله. نقلت الصحيفة أيضا عن لسان ليبرمان وهو بالمناسبة رئيس حزب إسرائيل بيتنو أحد الأحزاب المتطرفة، قال أن سياسة إسرائيل تجاه حركة حماس هي سياسة فشلة وأن بلاده خضعت لما سماه بإرهاب الحركة الفلسطينية، وبأن حماس تتغنى بنجاحتها وهو ما يقابله فشل كبير للجيش الإسرائيلي وللسياسات الإسرائيلية تجاه الحركة وقطاع غزة بوجه عام. ذكرت مجلة إسرائيل ديفنس العسكرية أنه الجيش الإسرائيلي بصدد الحصول على صفقة أسلحة جديدة تقضي بالحصول على صواريخ IM-9X من صنع شركة رايثيون الأمريكية، وهي صفقة تقدر ب 9,200,000 دولار. وقالت أيضا أنه كل من الإمارات وقطر سوف تحصلان على صفقة مماثلة، من المقرر أن تشتري الإمارات حوالي 300 صاروخ من هذا النوع وقطر أيضا ستشتري 30 صاروخ فقط من هذا النوع. القناة السابعة الإسرائيلية ذكرت أنه من المقرر أن تنضم إلى الجيش الإسرائيلي غواصة جديدة خلال عام 2020. القناة الإسرائيلية أوردت ما أعلنه قائد سلاح البحرية الإسرائيلي، كان أعلن عن اسم الغواصة السادسة التي ستنضم إلى أسطول الغواصات
في سلاح البحرية الإسرائيلي مطلع العقد المقبل. وذكرت القناة أنه تم إطلاق اسم التنين على الغواصة الجديدة نسبة إلى طائر التنين المتوحش في أعماق البحار، حيث جاء إعلان اسم الغواصة في إطار مؤتمر خطة عام 2019 لسلاح البحرية الإسرائيلية، وهي الغواصة السادسة في أسطول الغواصات الإسرائيلية. فضيحة عسكرية جديدة في جيش الاحتلال الإسرائيلي كشفت عنها صحيفة تيدعوت أحرونوت، قالت إن سلسلة المشاريع العسكرية السرية الضخمة فشل الجيش الإسرائيلي في إكمالها والاستفادة منها. الصحيفة قالت إنه بالرغم من التكلفة المالية الباهظة التي كلفت ميزانية الدولة لتنفيذ هذه المشاريع، فإنها سجلت فشلا ذريعا يقدر بمئات الملايين. الصحيفة أفادت إن الجيش الإسرائيلي قام ببناء المشاريع تحت غطاء واسع من السرية والرقابة العسكرية الخارجية والداخلية لمنع الجمهور والجنود المقاتلين من العلم بها، لكنها تتساءل عن من يمكن محاسبته في فشل هذه المشاريع التي كان من بينها مثلا مشروع اتصالات عسكرية بخطة سرية مشتركة بين ركن الاتصالات والاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي. أمام في خطوة مثيرة للجدل تسببت في غضب الجمهور العربي، أجرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد حوارا مع التلفزيون الإسرائيلي داعية إلى التطبيع مع إسرائيل. بالطبع صفحات إسرائيل الناطقة باللغة العربية سعت إلى نشر الحوار على وسائل التواصل الاجتماعي، على فيسبوك، على تويتر. صفحة إسرائيل بالعربية قالت إن وسائل الإعلام الإسرائيلية احتفت بتغريدة فجر السعيد اللي دعت من خلالها للتطبيع مع إسرائيل، وذلك بعدما دعت الكاتبة الكويتية للتطبيع وإدخال رؤوس الأموال العربية للاستثمار فيها لترميم أولى القبلتين وثالث الحرمين في مدينة القدس، وبأن السياحة الإسلامية العربية في القدس ستنعش المدينة المقدسة، وده كان في تغريدة ليها الحقيقة نشرتها باللغة العربية وباللغة العبرية. موقع i24 ذكر أن وزير المالية الإسرائيلي موشي كحلون وقع على مرسوم خاص يحدد فيه أن العراق لم يعد من الدول الأعداء كما هو معروف في القانون الإسرائيلي، ليتم بذلك شطبه من القائمة حتى شهر مارس المقبل، وهو ما يتيح إقامة تبادل تجاري مع العراق. الموقع أشار إلى أن المرسوم يأتي على خلفية التقارير الواردة عن زيارات سرية لوفود عراقية لإسرائيل تشمل قائمة الدول الأعداء بموجب القانون الإسرائيلي كل من سوريا ولبنان واليمن وإيران والسعودية. ويشار إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية كشفت عن زيارات سرية لثلاثة وفود عراقية لإسرائيل، وقد أثار الخبر ضجة كبيرة في العراق. هيئة البث الإسرائيلية مكان تناولت هذا الأسبوع التقرير السنوي للمجلس الوطني الإسرائيلي لسلامة الطفل، وأشارت إلى أن عدد الأطفال الذين يعيشون تحت خط الفقر بلغ أكثر من 800 ألف طفل، وهو ما يشكل نسبته 30%. الهيئة الإسرائيلية أفادت أن الرئيس الإسرائيلي رأوبين ريفلين تسلم نسخة من هذا التقرير، وقال أن نتائج التقرير تشير بصورة واضحة إلى وجود فجوات شاسعة لا يمكن لأحد التسليم بها. خلونا نتعرف مع حضراتكم على بعض المعلومات التي جاءت في هذا التقرير. نهاية استعراضنا لأبرز ما جاء في وسائل الإعلام الإسرائيلية. بعد الفاصل نعود ونلتقي لاستعراض آخر الأخبار.
البداية مع حضراتكم في استعراض الأخبار من الشأن الأمريكي السوري، حيث ذكر مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية النهاردة أن واشنطن بدأت بسحب معدات وأليات من سوريا، ولكن لم تبدأ حتى الآن بسحب الجنود، وذلك لتوضيحا لمعلومات تم تداولها في هذا الموضوع. أيضا في نفس السياق، على الناطق باسم التحالف الدولي اللي بتقوده واشنطن شون راين، أعلن النهاردة في بيان أن قوة المهمات المشتركة التي تسمى بعمليات العزم الصلب بدأت عملية انسحاب مدروسة من سوريا، لكنه رفض الكشف عن مواعيد زمنية لأسباب أمنية. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الشهر الماضي أن تنظيم داعش قد هزم، وأكد أن الجنود الأمريكيين سيعودون إلى بلادهم. في هذا السياق، قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية في تقرير لها النهاردة نقلا عن مصادرها أن ما يؤخر خطة الانسحاب حتى الآن هو رغبة مستشار الأمن القومي جون بولتن في عدم انسحاب القوات الأمريكية قبل أن يتم الحصول على ضمانات من تركيا لحماية الأكراد في سوريا، الأمر اللي أغضب أنقرة. وفي المقابل، نقلت وول ستريت عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية قوله أن البنتاغون لا يتلقى التعليمات من بولتن، وأن خطة الانسحاب تسير وفقا لما قرره البيت الأبيض. لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ أشرف أبو الهول، الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون العربية. مساء الخير أستاذ أشرف. يعني خليني أبدأ من التضارب اللي كان حصل لفترة يعني قصيرة صباح وظهر اليوم، أنه الانسحاب الأمريكي بدأ من سوريا، ثم قيل أنها فقط الآليات التي تم سحبها وليس الجنود. هل من مؤشر ما؟ يعني اعتقد ان الولايات المتحده ربما يعني تقوم بمراجعه ما اعلنته عن انسحاب، لا تريد ان تخلف يعني وعدها بالانسحاب، ولا تريد في ذات الوقت ان تسرع بخطى الانسحاب حتى يعني لا تترك فراغا يستغله الاخرون. الولايات المتحده عندما خرجت اليوم تقارير عن سحب ما يقرب من 150 جنديا وعشر آليات، كذبت هذا الكلام وقالت أنها فقط سحبت عشر آليات. إجمالي القوات الأمريكية في سوريا حوالي 2000 جندي والعديد من الآليات. في اعتقادي أن الولايات المتحدة الآن لا تنسحب بقدر ما تعيد يعني توزيع قواتها في أماكن قريبة من الأراضي السورية، أو تبقى بدون أن تكون مشتركة مع أي طرف من الأطراف على الأرض، وإذا اضطرت للتدخل ستدخل، ولكن من الجو كما كان يفعل الروس في تدخلهم في سوريا وليس من الأرض. طيب، النقطة المتعلقة بالأكراد، إلى أي مدى يعني الرواية المتعلقة بأنه جون بولتون هو من يؤخر عملية انسحاب لضمان حماية الأكراد، إلى أي مدى هي رواية صحيحة؟ يعني بولتون كان في زيارة مؤخرا لأنقرة، ويبدو أنه يعني كان في شد وجذب في تركيا حول موضوع حماية الأكراد. يعني هذا شيء يعني معلن، بولتون يعني سبق أن هدأ من تصريح ترامب عن الانسحاب الكامل من سوريا. قال ان يعني الولايات المتحدة ستظل تدافع عن الاكراد ولن تجعلهم فريسة للاخرين. يقال يعني ان هناك يعني محاولات للتواصل مع الاتراك والروس في نفس الوقت من اجل ان يهجم الاتراك على الاكراد ويحتلوا منطقة شرق الفرات. هناك يعني حديث يدور حول السماح ولو بشكل ضمني للقوات، قوات النظام السوري، القوات السورية، بأن تدخل منبج والأماكن التي يتواجد فيها الأكراد، قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب الكردي. هناك حالة من الضبابية حول وضع الأكراد، لكن بأي شكل من الأشكال إذا كان هناك تباطؤ في الانسحاب الأمريكي، فربما كانت هناك يعني استراتيجية جديدة توضع لحماية الأكراد، أو على الأقل لمنع الأتراك من احتلال الأراضي التي يسيطر الأكراد عليها الآن،
هناك يعني العديد من يعني الشائعات تدور في هذا الاتجاه أو ذاك، ولكن من المؤكد أيضا أن الأتراك يخشون من غضب أمريكي، كانوا قد وعدوا منذ أكثر من شهر باجتياح منبج واجتياح شرط الفرات، وحتى الآن يقدموا رجل ويؤخروا أخرى، وبالتالي فالأمور ليست واضحة. وإن كان المؤكد أن الأمريكيين لن يتركوا الأكراد يسقطوا تحت يعني جنازير دبابات الأتراك، وبالتالي تحسب على الولايات المتحدة. طيب النقطة المتعلقة بالتحالف الدولي والانسحاب الأمريكي أيضا من سوريا في هذا الموضوع، هل نتحدث عن انسحاب أمريكي فقط أم الانسحاب للتحالف؟ وإذا كان أمريكي فقط، من سيتولى قيادة التحالف من بعدها؟ لا يعني أنا لا أعتقد أن الولايات المتحدة ستنسحب بشكل كامل. أعتقد أن الأمريكيين يحاولون استلهام النموذج الروسي في التدخل في سوريا. الروس عندما تدخلوا في سوريا وحققوا نتائج باهرة، لم يستخدموا قوات برية، لم ينزلوا بجنود على الأرض بأعداد كبيرة، كانت هناك أعداد رمزية، لكن تدخلهم كان من خلال قصف جوي، من خلال قصف صاروخي، من خلال معلومات، من خلال إمدادات لوجستية للقوات النظام السوري، قوات الجيش السوري. أعتقد أن الأمريكيين الآن يريدون أن يفعلوا نفس الشيء، يبحثوا عن بديل سواء من التحالف أو بشكل أو بآخر لدعم الأكراد أو لدعم النظام السوري، حتى رغم الخلاف معه، حتى لا تسقط منطقة شرق الفرات لا تحت سيطرة داعش ولا تحت سيطرة الأتراك. وأيضا بسبب ما يقال عن ظهور لجبهة النصرة، هذه الجبهة التي يقال أنها بدأت يعني تحتل أراضي من الميليشيات الموالية لتركيا في شرق الفرات. شكرا جزيلا لك أستاذ أشرف أبو الهول الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون العربية. وخلونا مشاهدينا الكرام نتابع مع حضراتكم مزيد من التفاصيل عن الوجود الأمريكي في سوريا، كيف بدأ وكيف كان شكله حتى هذه اللحظة. أيد القس جوني مور وهو مفوض لجنة الولايات المتحدة للحريات الدينية الدولية على الثناء الذي وجهه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بمكافحة التطرف وحماية الحرية الدينية وتعزيز التعايش السلمي بين الأديان في مصر والعالم العربي. وصف مور في مقال مشترك مع جويل روزنبرغ الخبير في شؤون الشرق الأوسط في موقع ديلي كول الأمريكي اليوم جهود السيسي في كل من هذه الجبهات الثلاثة بأنها شجاعة وموضوعية وفعالة. كذلك علق الكاتب الأمريكي مايك إيفانز على حوار الرئيس السيسي مع برنامج 60 دقيقة المذاع عبر قناة سي بي اس الأمريكية، قائلا أنه لا شك أن ما فعلته الشبكة مع السيسي هو في الحقيقة مجرد أخبار مزيفة، لأن السيسي أعلن بجرأة حربا إيديولوجية ضد الإرهاب. وأكد إيفانز أن استرسال القناة في اتهام السيسي هو محض تلفيق، لافتا إلى أنه الرئيس يحارب داعش في سيناء، وإلى جانب ذلك تمكن من تحقيق الاستقرار والأمن في البلاد.
إلى كرواتيا، حيث قال وزير الدفاع الكرواتي إن إسرائيل لن تسلم بلاده 12 طيارة مستعملة من نوعية F-16 قررت زغرب تشتريها العام الماضي للتحديث سلاحها الجوي، وذلك لعدم تمكنها من الحصول على موافقة من واشنطن لتسليم هذه الطائرات إلى كرواتيا. مسؤولون من الطرفين أشاروا إلى أن كرواتيا لا تتحمل أي مسؤولية عن انهيار الاتفاق، فيما ذكرت وسائل إعلام كرواتية أن سبب المشكلة هو أن الطائرات جرى تزويدها بتكنولوجيا إسرائيلية، مما يحرم شركات السلاح الأمريكية من فرص تحديثها وصيانتها. كما من المفترض أن تبلغ قيمة الصفقة 500 مليون دولار. انضمت إسرائيل إلى 7 بلدان أخرى في المنافسة على العرض الكرواتي. في الشأن العراقي، يعيش العراقيون على وقع جدل سياسي وبرلماني حاد بشأن العلاقة مع إسرائيل بعد أن كشفت الخارجية الإسرائيلية مؤخرا عن زيارة 3 وفود عراقية إلى تل أبيب خلال الفترة الماضية. ومع ضغط من بعض القوى والأحزاب السياسية، كلف رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي لجنتين برلمانيتين بالتحقيق في المزاعم التي أطلقتها تل أبيب حول زيارة الوفود العراقية 3 إلى إسرائيل في أواخر 2018. كانت وزارة الخارجية الإسرائيلية أعلنت يوم الحد الماضي أنه 3 وفود من العراق ضمت 15 شخص زاروا إسرائيل خلال العام الماضي. وأشارت الخارجية وقتها إلى أن الزيارة جرت قبل عدة أسابيع، مما زاد الجدل حول هذه الزيارات إلى إسرائيل. وقع وزير المالية الإسرائيلي موشي كحلون زي ما ذكرنا منذ قليل مرسوم بيشطب العراق من قائمة الدول الأعداء لإسرائيل حتى نهاية شهر مارس المقبل. لمزيد حول هذا الموضوع بينضم إلينا عبر الهاتف دكتور غازي فيصل، مستشار المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية وأستاذ العلاقة الدولية والتنمية. مساء الخير دكتور فيصل. إيه يعني مدى إمكانية أن تكون الوفود الثلاثة قامت بزيارة بالفعل لإسرائيل ولماذا؟ هناك احتمال كبير أن فعلا الخبر اللي بثته وزارة الخارجية الإسرائيلية صحيح، لأن لابد أن نتذكر أن بعد 2003 بعد احتلال العراق انتشر فقط في بغداد أكثر من 18 محطة للموساد الإسرائيلي، كما انتشرت شبكات الموساد الإسرائيلي في عدد من الأماكن المهمة في المدن العراقية إضافة لكردستان أربيل. أعتقد أيضا أن هناك زيارات للنائب مثال الآلوسي اللي هي أعلن عنها رسميا، هذه الزيارة وزيارات لعدد من الشيوخ العراقيين أيضا تمت بصورة علانية، كذلك عدد من الزيارات اللي تمت من قبل شخصيات سياسية مختلفة. وأيضا قبل الاحتلال كان هناك زيارات للشلبي وغيره من الشخصيات اللي شاركت في بيان لندن قبل الاحتلال. إذا هناك علاقات، هناك شبكة من العلاقات من المصالح المتبادلة ذات طبيعة مختلفة أيضا. طيب هذه الزيارات إن كانت تمت دكتور فيصل، فهي هل ستكون تمت بدون علم السلطات الأعلى أم يعني بموافقتهم في نهاية المطاف؟ يعني هناك احتمال، يعني أكيد لا يمكن أن يذهب نائب والنائب يحمل جواز سفر دبلوماسي إلى دولة إسرائيل على الرغم من عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين بصورة خفية، لكنها غير معلنة في وسائل الإعلام الرسمية. يعني هنا يكمن الالتباس، أكيد هناك موافقات ضمنية يعني سواء من أحزابهم، لأن في هذه الشخصيات أحزاب أو شخصيات شيعية وسنية ترتبط بأحزاب هي موجودة في مجلس النواب لديها حصانات، لا يمكن أن تغادر بمهمة من هذا النوع دون الحصول على موافقات يعني بصورة أو أخرى. يعني أكيد هناك موافقات، لكن ما هي طبيعة هذا الاتجاه باتجاه التطبيع؟ ما هي أهداف هذا التطبيع؟ هذا هو السؤال أيضا. يعني حضرتك وصفتها بالمهمة، ما الذي يمكن أن يكون دار في هذه الزيارة؟ في أي سياق تأتي؟ يعني إسرائيل علمت أن البرنامج اللي شمل هذه الوفود كان لقاء مع أكاديميين، زيارة النصب اللي يتعلق بالمحرقة، لقاء بعدد من السياسيين، معنى تبادل الأفكار والآراء. أيضا لن ننسى هناك تصدير لعدد من السلع الكبيرة إلى العراق عبر القنوات المختلفة،
ورفع العراق اليوم من بين الدول العدوة لإسرائيل كما موجود في القوانين الإسرائيلية، بمعنى اليوم العراق بلد صديق. إذا هناك تجارة، هناك مصالح، أيضا تستورد إسرائيل النفط من كردستان يعني بكميات كبيرة. إذا هناك مصالح أمنية، مصالح استراتيجية، مصالح اقتصادية لإسرائيل بالتأكيد. طيب يعني إذا كان يعني ما حضرتك ما تذكره حضرتك أكيد ليس وليد الأمس، يعني أكيد لهذه العلاقات الاقتصادية والتجارية لم تظهر خلال الأسبوعين ثلاثة اللي واكبوا الزيارة، هي وحضرتك ذكرت أمثلة كمان لعلاقات ما في ما قبل الاحتلال يعني. طيب نعم، في اتجاه تطبيع مؤكد. في اتجاه تطبيع دبلوماسي صريح ممكن تنتهي هذه الأمور باتجاه تطبيع، لكن لا ننسى أن هناك اعتراضات من قبل عدد من الشخصيات في العراق، الصحفيين، الأدباء، يعني لأن المجتمع العراقي لحد الآن أو القوى الحقيقية داخل المجتمع لم تتهيأ للتطبيع، لأن نحتاج في النهاية إلى أن تكون هناك سياسة إسرائيلية بناءة باتجاه السلام. ما نلاحظ أن إسرائيل هي ما زالت دولة يحكمها اليمين المتشدد المتطرف، هناك أعمال عدائية، أعمال عنف ضد الشعب الفلسطيني، مسألة تحقيق أو الوصول لتحقيق الأهداف المشروعة في حق تقرير المصير لشعب فلسطين، ما زالت الفرص محدودة. إسرائيل ترفض حل الدولتين على سبيل المثال، ترفض قرارات الأمم المتحدة. نعم واضح دكتور غازي. سؤالي الأخير إذا تكرمت باختصار، يعني طيب إذا كان الوضع هكذا، هذه الضجة التي أثيرت في العراق وتحقيق برلماني وما إلى ذلك، يعني هل وارد أنه لا يفضي إلى شيء مهم؟ نعم لم يفضي إلى شيء، لأن كان هناك في السابق تحقيق مع مثال الآلوسي النائب في البرلمان ولم يؤدي إلى نتيجة. موجود اليوم وزعيم لحزب سياسي كبير وموجود يتمتع بصلاحيات كبيرة وغيره من الشخصيات، لكن الهدف من طبعا من ناحية أخرى أيضا كإجراء إداري عندما تظهر هذه الضجة نذهب إلى تحقيق والتحقيق شكلي، وبالتالي لن نذهب إلى إجراءات. لكن هناك بعض الشخصيات اللي هي تشكل أصوات إعلامية لإيران في البرلمان وفي الأحزاب السياسية والميليشيات العراقية التي تدعي أنها ضد إسرائيل والحرب على إسرائيل، كعناصر للتشدد والرفض لأي تطبيع مع إسرائيل، هي تنطق بالاستراتيجية الإيرانية المعادية شكلا لإسرائيل، لكنها عمليا لم تقوم بأي عمل حقيقي استراتيجي للمواجهة مع إسرائيل. نعم شكرا جزيلا لك دكتور غازي فيصل، مستشار المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية. إلى لبنان، حيث أعلنت إدارة صحيفة المستقبل المملوكة لرئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري أنها قررت وقف إصدار النسخة الورقية بدءا من 1 فبراير المقبل والتحول لمنصة رقمية إلكترونية بالكامل. قالت الإدارة في بيان لها أنه أمام التحولات اللي بتشهدها الصناعة الصحفية في لبنان والعالم والتراجع المتواصل اللي بتشهده السوق المحلية في المبيعات والإعلانات، قررت الإدارة وقف إصدار النسخة الورقية من الجريدة، وأضافت أنه جريدة المستقبل اللي رافقت قراء نسختها الورقية طوال 20 عام تعاهدهم وتعاهد مستخدمي المنصة الرقمية الحاليين والمستقبلين مواصلة العمل لتقديم أفضل خدمة إعلامية لهم. أدى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اليمين الدستورية ليبدأ ولاية رئاسية من 6 سنوات، اعتبرها قسم من المجتمع الدولي وفي مقدمة واشنطن إنها غير شرعية، مع التهديد بزيادة الضغط على النظام الفنزويلي. لم يؤدي مادورو اليمين أمام الجمعية الوطنية والبرلمان المؤسسة الوحيدة اللي بتسيطر عليها المعارضة، لكن أقسم مادورو أثناء موكب تنصيب في كاراكاس العاصمة باسم الشعب وبحياته على خدمة البلاد. من جانبه قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون أن واشنطن لن تعترف بتنصيب اللا شرعي، وصفا مادورو بالديكتاتور، وأضاف أنه بلاده ستستمر في زيادة الضغط على النظام وفي دعم الجمعية الوطنية الديمقراطية، فيما دعا وزير خارجية الأمريكي مايك بومبيو الشعب الفنزويلي للعمل مع البرلمان. واعتبرت كندا أن نظام مادورو تحول لديكتاتورية راسخة في الوقت الذي وصفت به البرازيل ولاية مادورو بغير الشرعية.
دعا السناتور الجمهوري في الولايات المتحدة الأمريكية لينسي جراهام الرئيس دونالد ترامب إلى إعلان حالة الطوارئ في البلاد، وذلك للحصول على أموال لبناء الجدار على الحدود مع المكسيك. سناتور جراهام اللي بيعد حليف مهم للرئيس الأمريكي في الكونغرس قال إنه حان الوقت لأن يستخدم ترامب صلاحيات الطوارئ لبناء الجدار أو الحاجز على الحدود، وأوضح إنه الحزب الديمقراطي رفض بحث مسألة بناء الجدار، الأمر الذي يعرقل إمكانية التوصل إلى أي اتفاق مع الكونغرس بهذا الخصوص. إلا إنه الرئيس ترامب أكد منذ قليل إنه لن يلجأ لحالة الطوارئ الآن رغم تهديداته المتواصلة، وأكد أيضا إنه في انتظار تحرك من الكونغرس بشأن تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك. لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف من واشنطن الأستاذة حنان البدري الكاتبة الصحفية ومديرة مكتب روزا اليوسف. مساء الخير أستاذة حنان، ما هي دلالة التلويح المتكرر بإعلان حالة الطوارئ؟ مساء الخير. يبدو أن الرئيس الأمريكي في حالة شد وجذب مع الأعضاء الديمقراطيين والذين يتولون حاليا زعامة المجلس النواب الأمريكي، وهو بمثابة البرلمان الذي يتحكم في الميزانية أو الغرفة الأولى، بينما الغرفة الأخرى أي مجلس الشيوخ ما زال الحزب الجمهوري يتحكم فيها. الرئيس الأمريكي في هذا الوضع في وضعية صعبة جدا، على الأمور أن يتم التوصل فيها إلى حل خلال فترة قصيرة، ولكن تهديده قبلها بأن الأمر قد يستغرق عاما أثار انزعاجا كبيرا، لأن كما تعلمين الجزء الكبير من الحكومة الأمريكية تم إغلاقه، وهناك آلاف من الموظفين لم يتلقوا أجورهم الشهر الماضي ولا هذا الشهر. الأجور هنا تدفع كل أسبوعين في صورة شيكات، هؤلاء بدون عمل. وأيضا هناك نوع من العطلة لأن في جهات كثيرة جدا لا تعمل، وبالتالي الأمور لن تسير طويلا بهذا الشكل. يعني طب هل فرض حالة الطوارئ اللي بيلوح بيها جراهام أو حتى دونالد ترامب أوقات كتير يعني في القانون الأمريكي أو في الدستور الأمريكي، ما الذي يعنيه فرض حالة الطوارئ، ولماذا سيحلحل الأزمة؟ يعني سيتيح تمويل الجدار وسينهي حالة الإغلاق الحكومي؟ لأن فرض حالة الطوارئ على مستوى الدولة كلها يعني أنه بإمكان الرئيس الأمريكي أن يأخذ من الأموال المخصصة لوزارة الدفاع المبلغ الذي طلبه الآن، وبخصوص هذا المبلغ هو يتحدث عن 5 مليارات، لكن هذا كلام غير صحيح، لأن الرئيس الأسبق بوش عندما بنى جزء لا يتعدى 640 بحائط ليس كما كالحائط الذي يتحدث عنه الرئيس الحالي، بل كان حائط بسيط جدا، تكلف مليارات. يعني فالمتوقع ان يتكلف هذا الحائط البني ليس مساله 5 ولا 8 ولا 12، بل كما يقول الحزب الديمقراطي سيتجاوز عشرات المليارات، بينما سيتم ينبغي يعني ايضا هناك تكلفه اضافيه لاداره والحفاظ المينتنس يعني لهذا الحائط. بتتكلف حوالي 150 مليون دولار سنويا. الامور ستصعب جدا جدا خلال الفتره القادمه، قد يلجا ولكنه في هذا الحاله سيدخل في معركه اخرى مع وزاره الدفاع الامريكيه المحدد لها ميزانيه. هذا النقص قد يعوق من اتمام الكثير من برامج. نعم، بشكرك شكرا جزيلا أستاذة حنان البدري الكاتبة الصحفية ومديرة مكتب روزا اليوسف في واشنطن. في السعودية وتحديدا قيادة المرأة في المملكة، قال مدير عام الإدارة اللواء محمد البساني أن بلاده أصدرت ما يقرب من 40,000 رخصة قيادة للسيدات منذ صدور الأمر الملكي بإتاحة قيادة السيارات للنساء في شوارع المملكة عام 2018. وأضاف في تصريحات صحفية أنه عقب اجتماع مدير الإدارات المرورية شددوا على أهمية الجودة في إصدار رخص القيادة للنساء، قال أيضا أو أشاد أيضا بدور مدارس تعليم القيادة
وأشار إلى أنه بلاده هتنشئ 14 مدرسة جديدة الهدف منها تقليل مدة انتظار المرأة للحصول على رخصة قيادة خاصة بها، وأوضح أن إدارة المرور افتتحت 22 مركز لتبديل الرخص. وإلى هذا الخبر النادر أو يعني غريب إلى حد ما، في الصين شهدت حالة طبية أو مرضية نادرة أصابت امرأة بنوع من فقدان السمع بيجعلها غير قادرة على سماع أصوات الرجال ولكن تسمع أصوات النساء فقط. صحيفة ديلي ميل البريطانية قالت أن المريضة وتدعى تشين استيقظت من نومها في أحد الأيام لتتفاجأ بأنها غير قادرة على سماع صوت صديقها، وأشارت التقارير إلى أن المرأة كانت تعاني من الغثيان والطنين في الأذن في الليلة السابقة، وذهبت إلى المستشفى بعد فحصها من قبل الأخصائيين كانت قادرة على سماع كل كلمة من الأخصائية، ومن يعني تمكن خبير أخصائي من تشخيص الحالة وهي أنها تعاني من فقدان السمع العكسي المنحدر، إذ تسمع فقط الترددات العالية. آخر أخبارنا عن أحوال الطقس السيئة، ارتفع منسوب أو مستوى الثلوج في جنوب ألمانيا والنمسا إلى أكثر من متر ونص جراء العاصفة الثلجية اللي تتعرض لها المنطقة منذ عدة أيام، ما أدى إلى إلغاء عدة رحلات جوية في البلدين. كمان أغلقت السلطات طرق وسكك حديد بسبب خطر الانهيارات الثلجية، كما أغلقت عدد من المدارس. في فيديو بثته قناة يورو نيوز لم تتمكن فرق الإنقاذ في البلدين من الوصول لبعض المناطق في جبال خلال الأيام الأخيرة، وما اضطر السلطات إلى استخدام الجرافات من أجل فتح الطريق لإيصال المواد الغذائية لسكان القرى اللي تراكم فيها الثلوج. مكتب الأرصاد الجوية في ألمانيا أصدر تحذير من سوء الأحوال الجوية في معظم أجزاء بافاريا وبادن فيرتنبرغ الجنوبية مع استمرار تساقط الثلوج بكثافة، وزي ما حضراتكم بتشوفوا في يعني على الشاشة الثلوج وصلت إلى أي مستوى في بعض المناطق في النمسا وألمانيا. نهاية فقرة الأخبار، بعد الفاصل نعود ونلتقي لنبدأ أول فقراتنا الحوارية حول الأزمة القطرية في ضوء استقالة المبعوث الأمريكي في الأزمة بعد الفاصل. في خطوة جديدة على ساحة الأزمة القطرية مع دول الرباعي العربي، قدم المبعوث الأمريكي لحل الأزمة أنتوني زين استقالته من منصبه بعد أن أدرك عجزه عن المساعدة. زيني الجنرال المتقاعد من قوات مشاة البحرية الأمريكية والرئيس الأسبق للقيادة المركزية الأمريكية أرجع سبب استقالته إلى أنه لا يستطيع المساعدة في حل النزاع بسبب عدم رغبة الزعماء الإقليميين في الموافقة على جهود الوساطة القابلة للتطبيق والتي تم اقتراحها، إضافة إلى عدم جدوى مشاركته في بلورة التحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط، وهو تحالف على غرار حلف شمال الأطلسي الذي طلب منه تقديمه إلى القادة الإقليميين. وفي أول تعليق على الاستقالة من دول الخليج، قال مسؤول كويتي إن دول مجلس التعاون الخليجي كانت تأمل في استمرار جهود المبعوث الأمريكي. في الوقت نفسه اتجهت الأنظار نحو جولة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في منطقة الشرق الأوسط وعلاقتها بالأزمة، حيث إن الإعلام الأمريكي قال أن آمال معلقة على الزيارة لحل حالة الأزمة. فهل يخصص جزء كبير من تلك الزيارة في جهود إنهاء الأزمة، أم يستمر الوضع على ما هو عليه في ظل العناد القطري؟ إذن دلالات هذه الاستقالة وتأثيرها المحتمل ربما على الأزمة الخليجية على طاولة النقاش في هذه الفقرة. ورحب بضيفي دكتور محمد جمعة الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. مساء الخير يا دكتور، وخليني أسأل حضرتك في البداية، استقالة أنتوني زيني يعني المبعوث الأمريكي للأزمة الخليجية، ما هي دلالاته الآن؟
لا تنطوي على دلالات ذات أهمية يعني أو توحي بأن ثمة جديد في طريقة إدارة الإدارة الأمريكية لهذه الأزمة، بمعنى أنها ربما تؤكد ما هو مؤكد من قبل. يعني خليني أقول أنه ربما منذ يناير 2018 بدأ واضحا، يعني بعد عدة شهور من هذه الأزمة، الأزمة يعني ظهرت إلى العلن يوم 5 يونيو 2017. من يناير 2018 لحظة انطلاق ما سمي بالحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين قطر، الحوار الاستراتيجي الأول، بدأ واضحا أن الإدارة الأمريكية تدير هذه الأزمة أو تدير علاقتها مع قطر بعيدا أو خليني أقول بشكل مستقل عن حسابات دول الرباعي العربي بدرجة كبيرة. وبالتالي أتصور إنه هذه الأزمة ربما يعني تمثل أحد النماذج التي توضح براجماتية شديدة لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، وخليني أقول والانتهازية الشديدة لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية في إدارتها لهذه الأزمة بتوضح بشكل كبير أنها لا تهتم فقط سوى بأمنها القومي ومصالحها، ولا تعبأ كثيرا بمصالح أصدقائها أو حلفائها في مختلف مناطق العالم، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط. يعني خليني أذكر حضرتك والسادة المشاهدين أنه في الأيام الأولى لظهور الأزمة في العلن ربما بدأ أن هناك انقساما داخل الإدارة الأمريكية، إدارة ترامب، موقف عبر عنه ترامب من خلال تغريداته المختلفة، وموقف آخر كان يعبر عنه وزير الخارجية الأمريكي السابق تيلرسون، إلى أن جاء تيلرسون بعد 35 يوم من اندلاع الأزمة وزار المنطقة يوم 10 يوليو 2017. استمرت هذه الزيارة 3 أيام، انتهت ب يعني إجراء بدا مفاجئا للبعض من خلال توقيع الولايات المتحدة الأمريكية مع قطر ما سمي بمذكرة التفاهم لمكافحة الإرهاب بين الطرفين. ثم سرعان أو من ثم بدأ الموقف الأمريكي وكأنه يعني بدأ غامضا على قدر كبير من التعقيد وعدم التبسيط، ثم سرعان ما امتد هذا الغموض نفسه إلى الرئيس الأمريكي نفسه ترامب عندما استقبل في 9 سبتمبر عام 2017 سمو الأمير الكويتي، وحثه بدلا من الضغط على قطر الاستمرار في الوساطة، جهود الوساطة لتسوية هذه الأزمة. ثم ازداد الموقف الأمريكي غموضا وعلى مستوى الرئاسة الأمريكية عندما استقبل ترامب نفسه على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 20 سبتمبر 2017 الأمير القطري تميم بن حمد، ولم يصدر أو لم يرشح في وسائل الإعلام ما يفيد بأن ثمت ضغوطا أمريكية يعتد بها من أجل دفع قطر للانصياع لمطالب دول الرباعي العربي. ضغوط أمريكية لا على هذا الطرف ولا على الأطراف صحيح. الأخرى وبالتالي صحيح. السؤال حضرتك بتقول أنه قلت في بداية الكلام أنه استقالة المبعوث الأمريكي يعني ما لهاش أهمية كبيرة، والموقف الأمريكي يتميز بالانتهازية. صحيح. طيب إذا كان موقف يعني بيتميز بالانتهازية، معنى كده أن واشنطن تريد تعظيم مكاسبها من الأزمة. بالتأكيد. طيب أليس من سبب أدعى أن يكون لها مبعوث يحاول فرض الأجندة الأمريكية على هذه الأزمة؟ ما هي الأجندة الأمريكية في هذه الأزمة؟ أنا يبدو لي من خلال يعني مراقبتي لطريقة الإدارة الأمريكية في إدارة هذه الأزمة أنه عدم الاكتراث كثيرا أو عدم الرغبة خليني أقول في ممارسة ضغوط أي ضغوط على أي من الطرفين أو ضغوط على الطرف القطري، مع تحديد سقف لهذه الأزمة أنه لا تصل إلى مستوى تدهور شديد
على مستوى المستوى المؤسساتي فيما يتعلق بمجلس التعاون الخليجي أو مجلس الوحدة الخليجية، بحيث لا تصل الأزمة إلى مستوى يعلن فيها عن تفكيك مجلس التعاون الخليجي أو مجلس الوحدة الخليجية. لكن خليني أقول أن هناك الكثير من العوامل التي تساهم في تشكيل الموقف الأمريكي على هذا النحو. هذه العوامل على الأقل في المدى المنظور هي مستقرة وستستمر على الأقل في المستوى المنظور، بحيث أن المخرج النهائي للسياسة الأمريكية تجاه هذه الأزمة على نحو الذي عايناه طوال الفترة الماضية. منها التسهيلات الأمنية والعسكرية الكبرى التي تقدمها قطر للولايات المتحدة الأمريكية في قاعدة العديد وغيرها. احنا بنشوف يعني أثناء أو ما بعد الحوار، ما سمي بالحوار الاستراتيجي الأول بين قطر وبين الولايات المتحدة الأمريكية في يناير 2018، قطر تعهدت بأنها تمول كل تكاليف الوجود العسكري الأمريكي في قطر. شفنا ده تجليات، ده مثلا على سبيل المثال في مارس 2018 عندما احتاج المركز الجوي الأمريكي داخل هذه القاعدة إلى التطوير، دفعت الحكومة القطرية كل تكاليف هذا التطوير 200 مليون دولار. شفنا في يوليو 2018 جرت توسعات حتى في أماكن سكنات الجنود الأمريكان وعائلاتهم، فتم بناء 200 وحدة سكنية جديدة بدفعتها قطر كاملة. شفنا مبيعات السلاح الأمريكي لقطر منذ اندلاع الأزمة وحتى هذه اللحظة وصلت إلى 25 مليار دولار، وفرت حوالي أكثر من 100,000 فرصة عمل داخل الولايات المتحدة الأمريكية. وفي نفس الوقت شايفين للسعودية أيضا. صحيح، ولهذا أنا أتصور أن الأجندة الحقيقية أن الولايات المتحدة الأمريكية تستفيد من استمرار هذه الأزمة، طالما أنها تراهن على قدرتها على ضبط السقف الذي يمكن أن تصل إليه هذه الـ 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 الأزمة إلى حد كبير. إحنا بنشوف الحقيقة، لما بقول إنه هذه الأزمة تحديدا بتكشف أو تعد نموذجا للسياسة الانتهازية للولايات المتحدة الأمريكية، وحتى بالذات في عهد ترامب. يعني ترامب صاحب الخطاب الأكثر صخبا في مواجهة الإرهاب، بنشوف تناقض شديد جدا بينه. يعني لما نشوف من واقع حتى الوثائق الأمريكية نفسها، من واقع وثائق وزارة الخزانة في الولايات المتحدة الأمريكية، أو حتى بعض الوثائق المنشورة على موقع البيت الأبيض ووثائق الإدارة الأمريكية أيام أوباما. يعني أنا دعيني أستشهد لحضرتك ببعض النماذج. أنا مثلا في مارس 2014 نائب وزير الخزانة الأمريكي ديفيد كوهين وصف السلطات القضائية في قطر بأنها يعني سلطات متساهلة إزاء تمويل الإرهاب بالذات للنصرة وداعش. في نوفمبر 2014، ودي وثائق موجودة ومنشورة سواء على موقع وزارة الخزانة الأمريكية أو على موقع البيت الأبيض، يعني في نوفمبر 2014 الخارجية الأمريكية أرسلت رسالة للدوحة بتقول إنه يعني طريق التعاطي الحكومة القطرية مع قضية تمويل الإرهاب لا تمضي بالشكل المناسب لنا. وبالتالي هذه الوثائق موجودة بكثرة الحقيقة، ما نشر حتى في وسائل الإعلام الأمريكي خلال الفترة الماضية يفيد بما هو أكثر من ذلك. وبالتالي في تناقض شديد جدا بين الوثائق الأمريكية نفسها وبين السياسة الأمريكية المتبعة إذا هذه الأزمة. طيب، من الواضح إذا كنا بنسأل عن يعني استقالة المبعوث الأمريكي وأسبابها ودلالتها، يعني أعتقد أنه مهم نسأل هو أصلا كان موجود ليه؟ يعني أساسا كان إيه دوره في هذه الأزمة؟ لأنه الحقيقة يعني له دور باهت، داخلين في سنتين دلوقتي من يعني في عمر الأزمة ومفيش أي تقدم من أي نوع، وبالتالي دوره كان يعني على ما كان يعول على هذا الرجل، على دور لمبعوث أمريكي في أزمة زي دي. أنا تقديري أنه مهمة زيني كانت بالدرجة الأساس هي الإظهار
إظهار أن الولايات المتحدة الأمريكية مهتمة بمواقف الأطراف وأنها تهتم للأمن القومي لحلفائها، لكن إظهار ذلك، لكن عمليا لم تلتزم الإدارة الأمريكية أو لم يصدر أي إشارات من الإدارة الأمريكية ما يفيد بأن الولايات المتحدة الأمريكية تهتم بالفعل أو تترجم بالفعل في سياستها العملية ما تريد أن تظهره لحلفائها. لأنه منطلقات هذه الوساطة نفسها فيها تناقض كبير، يعني تعريف الولايات المتحدة الأمريكية للإرهاب وللتنظيمات الإرهابية هو لا يتفق بالأساس مع بدرجة كبيرة مع تعريف بعض دول المنطقة للإرهاب. وبالتالي بس الوساطة يا دكتور حين تقوم، يعني أي وساطة حين تقوم هتقوم بالتأكيد على تقريب وجهات النظر، يعني لن تقول لقطر أنت راعية للإرهاب وهتفضلي راعية للإرهاب، ويعني مش هتفضل، مش هيبقى ده يعني اقصد مش هيبقى ده الدور لتقريب وجهات النظر وفي الاخر الوصول لحل الازمه. لكن ماذا اذا كانت على الاقل بعض مطالب دول الرباعي العربي تستند الى اسباب موضوعيه نفسها بل تؤكدها؟ بالتاكيد تستند، بس هل مطلوب من المجلس ان ياخد موقف يعني الدول الرباعي العربي او الكويت، يعني اي حد يقوم بوساطه من اجل حل الازمه اي طريق عليه ان يسلك؟ يعني على الأقل عندما تكون هناك أسباب موضوعية واضحة وضوح العيان في دفوع أحد الأطراف، يفترض أنه الإدارة الأمريكية تتبنى هذه الأسباب، لكن هذا لم يحدث. وبالتالي كان واضح جدا انه يصعب حل حالة هذه الأزمة في ظل هذا التعنت القدري القطري الواضح. وبالتالي انا تقديري حتى انه زعامات المنطقة لم تكترث اساسا بمهمة زيني، لانه يوما بعد الآخر كانت سلوك الإدارة الأمريكية نفسها يعكس يعني دلالات معينة بأنه ويؤكد أنه هذه الأزمة للأسف الشديد مستمرة، طالما أنه ليست هناك رسالة أمريكية واضحة في أنه مطالب الرباعي العربي يمكن أن تكون مطالب أمريكية، لأنه هناك فارق كبير جدا الحقيقة بين أنه أن, أن, أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية في مربع طرف متفهم لمطالب الدول الرباعي العربي العادلة، وبين أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية طرف يتبنى هذه المطالب. هذا لم يحدث عمليا، وبالتالي الأزمة للأسف الشديد هي مستمرة. التعنت القطري أيضا هو مستمر، قطر تغرد تماما خارج سرب حتى منظومة دول مجلس التعاون الخليجي. دعيني أشير أنه حتى يعني السفير القطري في بلجيكا يدير ما يسميه بعض المسؤولين القطري بحوار مع الناتو، صدرت تصريحات في يوليو 2018 من كبار مسؤولين في قطر بيقول ان الطموح القطري الاكبر على المستوى الاستراتيجي هو الانضمام الى الناتو. وبالتالي احنا امام كيان الحقيقة يغرد خارج السرب تماما وخارج المنظومة الخليجية، يوما بعد الآخر يدعم شراكاته الاستراتيجية أمنيا وسياسيا وعسكريا سواء مع تركيا أو إيران وإن بدرجة أقل، وبالتالي يصعب حل حالة هذه الأزمة. نعم، طب خلينا دكتور نتابع مع حضرتك ومع مشاهدينا الكرام يعني شروط الرباعي العربي، ونتذكر ما طلبوا الدول المكافحة للإرهاب الأربعة.
دي كانت شروط الرباعي العربي، مجموعة المطالب اللي مطلوبة من قطر لحل حالة الأزمة. دكتور محمد، حضرتك تقول ترى أنه هذه الأزمة صعبة جدا في حل حالتها، لكن يعني ليست مستحيلة إذا كان هناك اختراق سوف يتحقق في هذه الأزمة، سيكون بيد من؟ يعني الحل سيكون عربي عربي، سوف تبتعد الأطراف الإقليمية والدولية عن المساعدة في حل الأزمة؟ لا أتصور تسوية لهذه الأزمة إلا إذا انصاعت قطر ولو جزئيا لبعض المطالب العادلة لدول الرباعي العربي، لكن للأسف الشديد السلوك القطري حتى هذه اللحظة لا ينبئ بهذا. وبالتالي طب حضرتك قلت بعض المطالب، يعني على الأقل لبعض المطالب تفتح باب لحل الأزمة؟ ربما، لأنه استمرار هذا السلوك بشكل عام يضر كثيرا بالأمن القومي لمنطقة الخليج، كل الأطراف متضررة بدرجة أو بأخرى. استمرار الأزمة يفتح مجالا للنفوذ الإيراني أكثر وللنفوذ التركي، وهذا في الحاصل الأخير ليس في صالح أمن منطقة الخليج وشعوبها. وبالتالي بعض هذه المطالب على الأقل تتوافق قطر مع في القائمة الخاصة للإرهاب مع قوائم الدول الأربع، ربما في حالة هذا التوافق ربما ده يفتح مجالا لما لتسوية الأزمة. لكن أيضا السلوك القطري للأسف الشديد لا يشي بإمكانية حدوث ذلك في المدى المنظور. تستطيع أن تلعب دور يعني أكثر يعني إيجابية في الفترة المقبلة؟ كان ليها دور لكن للأسف لم يكلل بالنجاح. الكويت حاولت، لكن أيضا هناك اعتبارات لكل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية الشقيقة. لا أعتقد أنه الوساطة الكويتية يمكنها أن تلبي هذه الاعتبارات في ضوء التعنت القطري. دكتور أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون الخارجية الإماراتي كان يعني غرد على تويتر وقال أنه عام 2019 غالبا سيشهد امتداد للأزمة القطرية، أنه الأزمة ستمتد أيضا في 2019. تشارك حضرتك هذا الرأي؟ بالتأكيد، لأنه يعني عندما نشاهد حتى اليوم، يعني حتى قبل ساعات من أن آتي هنا وأنا أشاهد أو أتابع بعض المنصات الإعلامية التابعة لقطر أو التي تدور في فلك الاستراتيجية الإعلامية لقطر، كلها مناوئة لمصالح الأشقاء سواء في مجلس التعاون الخليجي أو مناوئة للمصالح المصرية بشكل فج الحقيقة. وبالتالي صحيح هذه الأزمة ممتدة على الأقل معنا خلال العام 2019. نعم، خلينا نستعرض مع حضرتك دكتور محمد ومع مشاهدينا الكرام السؤال اللي كنا طرحناه على مشاهدينا على صفحة البرنامج والقناة على فيسبوك، وهو هل تعتقد أنه واشنطن قررت الابتعاد عن الأزمة القطرية بعد استقالة مبعوثها، نعم أم لا؟ وهكذا جاءت نتيجة الإجابة، 47% يقولون نعم، 53% يقولون لا، لم تبتعد عن الأزمة القطرية بعد الاستقالة. يعني إلى أي فريق تنضم يا دكتور؟ تعليق حضرتك. كل ما أستطيع أن أؤكده أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تكون حريصة فقط على ألا يصل سقف هذه الأزمة إلى المستوى الذي يعلن فيه صراحة عن تفكيك مجلس التعاون الخليجي. نعم. لكن كل ما هو دون ذلك أتصور أنه لن يحظى باهتمام أمريكي كبير. شكرا جزيلا دكتور محمد جمعة الخمير في مركز الأهرام للدراسات السياسية، شكرا يا فندم على هذا اللقاء. مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل نعود ونلتقي للحديث عن نظرية صدام الحضارات، هل ما زالت صالحة؟ عقب انتهاء الحرب الباردة أو مع اقتراب نهايتها، تنافس كتاب السياسة والمهتمون بها على وضع نظريات سياسية تفسر التطورات التي حدثت في تلك المرحلة. وبين المفكر الأمريكي صاحب الأصول اليابانية فرانسيس فوكياما وعالم السياسة الأمريكي سامويل هنتينغتون، انقسمت تفسيرات التفاعلات الدولية بين نظريتين كبيرتين، نهاية التاريخ التي قدمها الأول وصراع الحضارات التي قدمها الثاني.
وفي كتاب أصدره عام 1992 اعتبر فوكوياما أن انتهاء الحرب الباردة وتفكك الاتحاد السوفيتي هو بالنسبة له نهاية التاريخ، أي نهاية الظلم والاضطهاد القائم على الفكر الشيوعي وانتصار الليبرالية وقيم الديمقراطية الغربية. ووضع خلاصة ما توصل إليه في كتاب أسماه نهاية التاريخ والإنسان الأخير. صراعات ما بعد الحرب الباردة لن تكون متمحورة حول الاختلافات الأيديولوجية بين الدول القومية، هكذا جاء في المقابل الفكر هنتينغتون، مؤكدا أنها ستكون صراعات لها مرجعيتها القائمة على الخلافات الدينية والثقافية بين الحضارات الكبرى في العالم بحسب خريطة رسمها في أطروحة صراع الحضارات. ربع قرن مضى على أفكار الأخير، تطورات كبيرة ظهرت على الساحة الدولية بين قيام وانهيار حكومات وحروب ونزاعات أهلية وداخلية، إلا أن إرث هنتينغتون ظل مثار جدل، ورغم اختلاف السياقات الدولية لا يزال هناك من يقتنع بمقولات صراع الحضارات كاقتراب لتفسير الصراعات الدولية القائمة. فهل بعد كل هذا لا يزال فكر هنتينغتون قادرا على تفسير التشابكات والتعقيدات الدولية الحالية، أم أنه كان فكرا وليد مرحلة انتهى؟ إذن نظرية تصادم الحضارات التي كان قد طرحها هنتينغتون قبل 25 عام على طاولة النقاش. أرحب بضيفي الكاتب الصحفي الأستاذ سيد جبير، أهلا بحضرتك. من خليك دينا، أشكرك. يعني نتحدث عن هذه النظريات اللي أثارت جدل واسع وشهرة كبيرة حازتها، يعني بعد ربع قرن تقريبا من هذه النظريات، كانت نظرية تفسر للعلاقات الدولية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة. هل أصاب سامويل هنتينغتون في تفسيره لشكل العلاقات الدولية بعد الحرب الباردة؟ هو طبعا أنا بحيي حضرتك على موضوع الحلقة، لأنه يعني موضوع شيق جدا، واللي عنده فرصة وأنه يقرأ في أفكار سامويل هنتينغتون وفرانسيس فوكياما وآخرين، لأن كان في كمان مجموعة تانية مش دول بس. صحيح. يعني في نفس الفترة برضو كان في جون ميرشيمر، كان عنده نظرية شاملة برضو لتصور العلاقات الدولية بعد انتهاء الحرب الباردة. فهم ناس عندهم يعني عمق كبير جدا ومحاولة لقراية المستقبل. زي ما حضرتك قلت، انت بتكلمي على الوقت كلامنا على هنتينغتون، مش كده برضو؟ نعم. هنتينغتون أقدر أقول هو أولا هو عنده عدد كبير جدا من الكتب، وبيكتب كتب على مدى 50 سنة، كان معظم كتاباته بتحاول تعرف إيه هي أمريكا، شخصية أمريكا، هويتها القومية، إحنا مين. حتى آخر كتاب عمله هو أروي إحنا مين، إنما هو اشتهر عندنا إحنا بس بالكتاب قبل الأخير اللي هو صراع الحضارات أو Clash of Civilizations، لأنه جزء منه مسنا إحنا باعتباره نتكلم على صراع الغرب المحتمل مع الإسلام بعد نهاية الحرب الباردة. حضرتك بتسأليني هل نظريته أصابت؟ أقدر أقول لحضرتك كإجابة مباشرة على السؤال، ترامب كل أو معظم سياسات ترامب تكاد تكون بعث الأفكار سامويل هنتينغتون. يعني هو الراجل كان عنده بعيدا عن صراع الحضارات بس، لأنه هو عنده أكثر من نظرية وعنده أكثر من نبوءة وتصور المجتمع الأمريكي. الجدار الأمريكي اللي موجود الآن على النيوز بار وشاغل المجتمع الأمريكي، وعلى أساسه الرئيس الأمريكي بيهدد بأن الجدار مع المكسيك. أيوة طبعا الجدار مع المكسيك هو تقريبا فكرة من أفكار سامويل هنتينغتون. هو الراجل ما قالش اعمل جدار، لكن الراجل كان بيحذر لسنوات طويلة جدا من أن المجتمع الأمريكي قدام معضلة كبيرة جدا. المعضلة دي بتقول إيه؟ مين هم الأمريكان أساسا؟ المصريين دول مصريين، الإيرانيين إيرانيين، طب مين الأمريكان؟ الأمريكان واحد من الشعوب القليلة جدا يكاد يكون الشعب الأمريكي والدولة المسمى بإسرائيل دولة مهاجرين، وبالتالي إيه القاسم المشترك بينهم؟ الأمريكان طول الوقت عندهم الأزمة دي. كان اللي بيخلي الأمريكان مستمرين هي فكرة الصراع من أول لحظة، من أول الثورة على الاحتلال البريطاني لكل الصراعات اللي تمت، مرورا بالحرب العالمية الثانية، مرورا بالحرب الباردة اللي حضرتك أشرت إليها 45 سنة. ده اللي بيجمع المجتمع الأمريكي، اللي قالوا أن بيجمعوا الكريد أو العقيدة، مش العقيدة بمعنى الدين ولكن القيم المشتركة، الحرية، الليبرالية، المساواة، الفرص المتكافئة. فهو بيعتقد انه طالما في صراع في 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 شخصية أمريكية، إذا انتفى الصراع مفيش شخصية أمريكية،
وعلشان كده دايما هو كانت وجهة نظر الأمريكان لازم يبحثوا عن عدو. ولما انتهت الحرب الباردة وجدوا، وأسامة بن لادن ب 11 سبتمبر اعتقد الأمريكان وجدوا ضلتهم علشان يظل فيه عدو يجمع وحدة المجتمع الأمريكي اللي ما فيش حاجة بتجمعه، وخوفه على المجتمع الأمريكي جزء منه إنه نتيجة التعددية اللي هي جزء من كيان المجتمع الأمريكي، معناها إن في مهاجرين كتير يجوا، المهاجرين دول كان مرحب بيهم في فترة من الفترات، الآن المسألة بالنسبة له تجاوزت مرحلة الخطر. وأصبح في حوالي 50 مليون أمريكي بيتحدثوا الأسبانية. فبيقول ما فيش في أمريكا حاجة اسمه الأمريكانو دريم، في أمريكان دريم بس، والمكسيكيين من حقهم يستفيدوا من الحلم الأمريكي لو يحلموا بالإنجليزي مش يحلموا بالأسباني. فكان عنده قلق شديد جدا من الغزو اللاتيني لأمريكا، ووصفوا بأنه غزو وأنه محاولة لاسترداد الأراضي اللي أخرتها أمريكا بالحرب من 1830 و1840 من المكسيك. فده علشان ما استغرقش، لازم عدو، وجزء كتير من الأفكار اللي موجودة هي بعث لأفكاره، إذا كان الخوف من المهاجرين، إذا كان الخوف من على الرجل الأبيض الأقلية البيضاء، إذا كان الخوف على تعريف أمريكا هي مين أمريكا، لازم تكون أمريكا مش أمريكا كده قيم وبس، أمريكا الأنجلو بمعنى إن هي تنتمي إلى لغتها الإنجليزية، وإن هي بحضرتها المسيحية البروتستانتية. خلاف كده دي الهوية اللي لازم نحافظ عليها، وده اللي بيدعو إليه ترامب بشكل أو بآخر، وبالتالي عنده خوف من الآخر. لكن ده ألا يتنافى أستاذ سيد مع الماضي الأمريكي؟ يعني لحد وقت معين كانت أمريكا في حالة عزلة، يعني الإيزولاسيونيسم، يعني كانت منعزلة عن كل ما يحدث في المجتمع الدولي في العالم، قافلة على نفسها، ويعني باللغة الدارجة كافية خيرها شرها. ربما بدايات الحرب العالمية الأولى هي اللي خلتها يعني تنخرط في الأحداث السياسية بشكل عالمي بشكل كبير، ونشوف بعد كده الولايات المتحدة المتدخلة في كل شيء. كانت منعزلة، إيه اللي حصل؟ إيه الفكرة في أنه لازم يكون في عدو، سواء كان العدو السوفيتي وقت الحرب الباردة، خلص العدو السوفيتي أو العدو الأحمر، أصبحنا نتحدث عن العدو الأخضر اللي ممكن يكون الإسلام. ما هو ده بالضبط اللي كان بيقوله هانينغتون، بيقول إن أمريكا عايشة بالستيل، يعني بالحديد وبالنار، فكرة التوحد. هي ما هو مرة تانية، لو تخيلت إن بلد زي تونس أو زي مصر أو زي إيران ما عندهاش عدو خارجي، تستطيع أن تبقى لأن ما عندهاش أزمة هوية. المصري معروف أنه مصري، ممكن يستقبل عناصر غير مصرية مع هجرات مع التاريخ، لكن بيظل مصري مصري. المشكلة دي مش موجودة في ألمانيا، المشكلة دي مش موجودة في فرنسا، لكن مين هو الأمريكاني؟ يعني أكيد حضرتك وأكيد كل اللي سمعنا بيعرفوا أمريكان ما بيعرفوش لغة إنجليزية. يعني ظاهرة موجودة إنه راجل بيجي من المكسيك، مصريين أصحابنا وأهالينا، بيروحوا يستقروا في الولايات المتحدة وبيقضي حياته هناك ومعاه الباسبور الإنجليزي، بس إحنا هو ما بيعرفش إنجليزي كفاية يعني. وبالتالي في ظاهرة الأمريكان اللي ما بيعرفوش إنجليزي. قلت لحضرتك إنه عندنا 50 مليون بيتكلموا أسباني، والعدد بيزيد. الألمان عندهم مجموعة صغيرة من ذوي الأصول التركية عاملين لهم مشكلة، لأن الراجل ده بيجي لأمريكا أو زي الترك ما بيروح لألمانيا، وهدفه مرتبط وجدانيا وثقافيا ببلده، ومش مش مرتبط بالبوتقة الأمريكية يعني. وبالتالي ردا على سؤال حضرتك، هو طوال الوقت إذا ما كانش في عدو بيجمع الأطراف المختلفة دي، خصوصا إذا حصل في انحصار اقتصادي. طيب حضرتك أشرت لنقطة مهمة جدا، كلمة الهوية، وهي أيضا يعني تعبير مهم ومصطلح مهم في كتابات هانتينغتون وفي نظرية صدام الحضارات. الطرح الأساسي للنظرية يقول أن الثقافة أو الهوية الثقافية بمفهومها الواسع اللي هيخش فيها الدين كمان، هتكون هي أساس الحرب وليس الدول، يعني مش الدول اللي هتحارب بعضها البعض، لكن الهوية الثقافية، الثقافات المختلفة هي اللي هتكون في صدام، وده هيكون صدام حتمي. هل أصاب سامويل هانتينغتون في تقديره هذا بعد 25 سنة من بداية طرح الفكرة؟ هو ده السؤال الصعب اللي هو مطروح طول الوقت. الراجل أصاب في أمور وأخطأ في أمور، بس علشان يكون الراجل برضو نديله يعني نوع من التقدير، وطبعا الراجل مات في 2008، فأحداثه كلها أو الكتاب كتبه سنة 96، بعد مقال كتبه قبلها بثلاث سنين، كتب مقال 93 في الفورن أفيرز، وبعد كده طوره إلى كتاب سنة 96. صحيح.
فالفكرة أصاب في حاجات وأخطأ في حاجات. يعني هو كان عنده تصور أنه ونس أنه الحرب الباردة انتهت وسقط الاتحاد السوفيتي أصبح السؤال مش كل البلاد العالم، كان فيه ثلاث كتل، آدي الكتلة الأمريكية، المعسكر الغربي، المعسكر الشرقي، دول عدم الانحياز زي حالتنا. فالناس دايما كانوا بيسألوا في أي المعسكرات أنت؟ بعد انتهاء الاتحاد السوفيتي أصبح أنت مين أساسا؟ فجزء من كلامه سليم، لأن احنا لما نيجي نشوف دلوقتي جزء كتير من مشكلة الاتحاد الأوروبي إن فيه رغبة للتشظي ويقول كل بلد أنا مين. أنا كذلك نفس القصة بالنسبة للاتحاد السوفيتي السابق، يعني دولة زي أوكرانيا عاوزة بتدور ليها على هوية. دول الاتحاد الأوروبي زي ما احنا بنشوف مع تصاعد الطيارات اليمينية قايمة على أساس أن أنا مش سوبر ستيت الاتحاد الأوروبي، كل دولة ليها خصوصية. فجزء من كلامه سليم يعني كاتجاه عام، أما فكرة أنه بالضرورة الصراع يكون على أساس حضاري فقط، على المستوى الشخصي أنا وطبعا في عدد كبير من الأساتذة لا أتفق معاه بالمعنى ده. هو ضرب ركز على نقطتين، طبعا هو قسم العالم إلى حوالي 8 حضارات، منها العالم الإسلامي ومنها الحضارة السينك، يعني حتى معهم الصين وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية. هو ركز على حاجتين، الصين والعالم الإسلامي. المثل الخوف الأكبر بالنسبة له كان الصين، على عكس الناس ما بتعتقد، وفعلا في صراع قائم مع الصين، والعلماء التانيين اللي حطوا نظريات كانوا برضو قلقانين من الصين، لأنه اتحطت النظريات ديت في فترة كانت الصين بتواصل صعودها الاقتصادي. هل الصراع اللي موجود الآن وهو آخذ في التصاعد قايم على أساس حضاري، يعني حضارة كونفوشيوس في مقابل حضارة الغرب؟ لا سيمبلي المسألة ببساطة، إن أنا عندي حضارة، عندي تراكم اقتصادي أدى إلى قوة عسكرية، أدى إلى رغبة في إنه زي ما بيقول الرئيس شي رئيس الصين إن إحنا أدينا قرن كامل من الإزلال، إحنا عاوزين نسترد حقوقنا. في قوة، يعني التاريخ بيقول كده، قوة اقتصادية أسطول، وبعدين بيترجم إلى رغبة في التوسع، النفوذ العسكري والنفوذ السياسي. وبالتالي لو كانت الصين بلد آخر برضو كانت هتسترد، كان هيقوم بينها صراع. وده اللي بتفسره نظريات أخرى بقى زي مثلا ميرشيمر اللي بقول لحضرتك عليه. مسألة مش مسألة نفوذ، مش مسألة خلاف حضاري. هو بيقول إن الصين بيعتبر إن الروس هي الحضارة الأرثوذكسية، يعني الروس، بس هو مهتمش كتير وقتها لأنه إحنا معنا خريطة يعني فيها تقسيمة الحضارات المختلفة وحتى بالألوان. مش عارفة جاهزة معانا نقدر نشوفها؟ أهي هي دي، هي دي بالالوان نقدر نميز يعني تقسيم هانتنجتون للحضارات المختلفه. الازرق الغامق هي الحضاره الغربيه، الموف هي اللاتينيه، البني الحضاره الافريقيه، الاخضر الاسلامي، التركواز الفاتحه هي الارثوذكسيه، والاحمر هي الصينيه والكونفوشيه، والهند بقى، والهند هي الاورانج. هي مش قادر اميز قوي الاصفر ممكن تكون ايه، بخلاف طبعا ان في مجموعه حضارات يعني هو قال انها لن تؤثر، يعني او انها تتاثر اكتر. الاصفر ممكن تبقى اليابان. ممتاز. فحضرتك كنت يعني عايز تقول انه هو اعتبر اليابان حضاره مختلفه. فهو لما كان بيشير ده تاكيدا لنفس الفكره، اعتبر انه دي حضاره، وان الحضاره الارثوذكسيه طبقا لكلامه في صراع يعني طول عمر الوقت ما بين الاتحاد السوفيتي السابق او وارثته روسيا الاتحاديه. هل الصراع ما بين روسيا الاتحاديه الان او الاتحاد السوفيتي كان قائم على اساس الهوية ولا على أساس المصالح؟ يعني لو كان نفترض أن روسيا دي عندها منافس بحرية وهي طول عمرها عندها مشاكل في المنافس البحرية، كانت هتخوض أكتر من 12 حرب طاحنة مع الإمبراطورية العثمانية؟ فالقصة ما كانتش بالأساس يعني عنصر الحضارة جزء من القصة ممكن مفهوم، وده عامل إنساني مفهوم، الحضارة بمعنى خلاف الدين وخلاف الثقافة واللغة ده مفهوم، إنما يكون عامل أساسي يعني أشك في هذا. ليه اعتبر أن الديانة هي المعيار للتمييز بين الحضارات، وأنه الصدام هيكون في جزء منه على أساس الدين؟ لا، هو الكلام ده فيما يتعلق بالجزء الأخضر اللي هو الخطر الأخضر فيه. بالنسبة للحضارات الأخرى هو اتكلم على الحضارة وفي القلب منها الدين، على أساس أن ده أحد الأسباب أو الفيتشرز الرئيسية اللي بتعرف الإنسان أنت مين، فجزء منه لغتك وحضارتك وتاريخك، فالحضارة بتشمل كله على بعضه. لكن هو ركز فيما يتعلق بالجزء الخاص بالعالم الإسلامي بالدين، على اعتبار أنه اعتبر
الجزء الأخضر، اللون الجزء الأخضر، الخطر الأخضر زي ما حضرتك قلتي مظبوط. هو ركز على الدين في العالم الإسلامي على اعتبار أنه هو وجهة نظره أن في هذه الدول كل الاعتبارات الأخرى أقل أهمية، والعنصر الأكثر تحريكا للمواطنين في العالم الإسلامي اللي بيعتبرهم كارهين للديمقراطية أو مش متعاطفين معاها وعندهم بيئة غير مرحبة بالقيم الديمقراطية. يعني هو كان عنده نظرة يعني شوية سلبية إلى يعني أو فيها جزء من التسطيح شوية أو التنميط، وبالتالي الناس دي وهو بيعتبر أن الإسلام عنده حدود دم. إيه حدود الدم؟ يعني كل ما هيلتقي بحضارة أخرى هيشتبك معاها، وبيدي أمثلة، بيدي أمثلة سواء كان مثلا في السودان، شمال السودان وجنوب السودان، بيدي أمثلة بيوغوسلافيا، بيدي أمثلة بأخرى، مع أنه لو دايما هتلاقي الطرفين. طب ما هو لو خدنا مثلا شمال السودان وجنوب السودان أو يوغوسلافيا في طرفين، وبالتالي ليه اعتبرت أن الإسلام هو اللي كان محرك الأساسي في القصة يعني؟ وبالتالي لا يعني يعني اعتبر ان المحرك الاساسي فيما يتعلق بالعالم الاسلامي هيكون الدين، وانه الدين هيكون دايما في حاله صدام لانه لن يقبل بالقيم الغربيه. يعتبر ان الاسلام يعني لا يرغب في وجود الاخر، وبالتالي سيشتبك معهم الى ان يسيطر هو. ومش هيرحب، ما عندوش قدره انه تؤدبت او يتاقلم مع القيم الغربيه دي، وبالتالي يكون في حاله صدام. كيف يفهم داعش في ضوء نظريات هانتينغتون؟ هي داعش يعني ما هو ده تحدي تاني. يعني هو داعش من ناحية من أحد وجوهه إنه ده عاوز يعمل إمبراطورية إسلامية أو دولة إسلامية، وبالتالي يصطدم بالغرب، فده تأكيد لفكرة هانتينغتون. لكن من ناحية تانية ينفي النظرية على اعتبار إنه داعش اصطدم بكل الأطراف الإسلامية، المحيط الإسلامي اللي حواليه، قبل ما يصطدم بأي حضارة غربية. والخلاف برضو يعني فكرة انه النظرية يعني فيها ما يعيبها، انه الخلافات الإسلامية اكثر من الخلافات الإسلامية الغربية. يعني الخلافات داخل الحضارة، داخل الحضارة نفسها، داخل الحضارة. والخلافات الآن داخل الاتحاد الأوروبي مع صعود ترامب اللي هو يعني صنوه اللي شرب منه اللي تتلمذ. طبعا ترامب لا يقرأ يعني هانتينغتون، يعني ده راجل أعمال، راجل مقاول، لكن لا مستشاريه يعني ستيف بينن هو اللي أرى هانتينغتون، وبالتالي هو ومستشاريه اللي يعني وجهوا ترامب في هذا الاتجاه. طيب النقطة يعني في مواجهة هذه النظرية أستاذ سيد، ظهرت فكرة حوار الحضارات. ويعني انا مش عارف الحقيقه اذا كان ينفع يطلق عليها نظريه حوار الحضارات، ام هي فكره يعني تعالج سلبيات ما تحدث عنه هانتينغتون من حتميه صدام الحضارات. حضرتك شايفها يعني الى اي مدى كانت فكره فعاله، يعني استطعنا ان نطبقها على ارض الواقع، الحضارات فعلا تتواصل ولا لا؟ هي فكرة حوار الحضارات طلعت بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، وكان ليها قصة طويلة يعني، لكن أنا عارف أن احنا قدامنا دقائق قليلة. لكن أنت بتقولي حضرتك هي فكرة فعالة، هي ظلت فكرة نخبوية على مستوى النخبة فقط، بيتحاور مجموعة من المفكرين من علماء، يعني حاجة مثالية رومانسية كده ولا نظرية نقدر نتكلم على يعني أطروحات ليها وأسس؟ لا، بنتكلم على حاجة نخبوية مثالية بعيدة عن أرض الواقع، لأنه عادة أصحاب العقول الكبيرة مش هم اللي بيصطدموا ببعض. لو احنا بنتكلم بعيدا عن نظرية هانتينغتون، وأنه الصراع اللي بيقولوا عليه مش نابع من نتيجة أنه يعني دين بيستهدف دين، وبالمناسبة هو ده وجهة نظر هانتينغتون فيما يتعلق بالإسلام، لأنه هاجم بيل كلينتون قبل كده، وقال لما بيل كلينتون قال انه ما عندناش مشكله مع المسلمين، عندنا مشكله مع المتطرفين، رد عليه قال له عندنا 14 قرن من الصدام تؤكد عكس ذلك. فيعني الحوار الاديان جيد، لكن وعشان كده دلوقتي في مراكز كامله بتحاول انها تجد بديل لفكره حوار الاديان وتحوله الى ادوات. يعني ما اجيبش اتنين يتكلموا، لا، انا اوسع الدائره كتير واعمل مشروعات في اماكن الصراع. بس الحقيقه ان المراكز دي، وفي دكتوره استاذه اسمها هبه جمال الدين عملت دراسه جيده جدا على بعض المراكز في الغرب اللي بتحاول تستغل اماكن الصراع وتحل، بدل يبقى حوار الاديان او حوار الحضارات، لا، نحاول نصفيها بطريقه تانية بس لاغراض سياسيه كامله، من خلال نشر الغاء الاديان بالاساس.
بلاش مسألة الأديان دي، ما في مش هتوصلنا لحاجة أبدا، ده يعني قصة تانية طويلة. نعم. طيب هل لأنه أيضا من ضمن الأفكار اللي كان بيطرحها هانتينغتون في نظريته أنه أي تقدم لحضارة لابد أن يتم على حساب حضارة أخرى، هل بالفعل ده حقيقي؟ هو كانت وجهة النظر أنه ده أقرب بقى إلى فكرة الـ جون ميرشيمر، أنه فكرة لما بيوصل فيه حضارتين، يعني لما بتوصل حضارة إلى يعني السيطرة الكامل على العالم وتبتدي حضارة أخرى تناطحها، هو بيتوقع أنه لازم يحصل صدام. والفكرة دي فكرة قديمة بقالها مثلا أكتر من ايه بقى، من ايام سبارتا واثينا، من ايام بالظبط الحضاره الرومانيه ولما طلعت نظريه تيسيدس تراب. دي فكرتها بسيطه، تيسيدس ده اسم المؤرخ اللي كان بيؤرخ الخلاف ما بين اثينا وسبارتا، وكان وجهه نظره ببساطه جدا انه الصراع هيحصل بين المدينتين اللي هم القوتين الاعظم بقطع النظر عن اي استفزاز، لان المدينه القائمه السلطه القائمه طالما في قوه اخرى بتحاول تصعد لازم تنتهي المساله بحرب، لانه لن يقبل الدوله العظمى بدوله اخرى تناطحها. اتعملت الدراسه في جامعه اوكسفورد على 16 حاله دوله تحاول تصعد في وجود دوله اخرى، انتهت منها 12 بالحرب، اشهرهم اللي كنا نعرفهم صعود ألمانيا في بداية القرن العشرين، دولة صاعدة في دولة بتتحداها اللي هي بريطانيا العظمى وحلفائها، كانت النتيجة صدام أدى إلى إهلاك القوتين وصعود الولايات المتحدة. مظبوط. طيب. والآن متوقع الصدام مع الصين. نعم، متوقع صدام مع الصين. أيوة طبعا. لكن طبعا ده هيكون يعني بأدوات مختلفة لا بالقوة المسلحة طبعا. الأمريكان الصينيين بيحاولوا يقنعوهم إن في حاجة اسمه الصعود السلمي. الصين تعلموا درس ألمانيا، مش عاوزين يعملوا مشكلة ألمانيا ولا مشكلة إيطاليا، فطوال الوقت يقولوا احنا دولة من دول العالم الثالث، احنا ما عندناش مشكلة معاكم، انتوا الدولة العظيمة، لكن الأمريكان مدركين عندهم هلع من الصين. وطوال الوقت الصراع بياخد أشكال مختلفة، دلوقتي تجاري لكن كمان واخد شكل صدام عسكري، وأحد أبرز ساحاته بحر الصين الجنوبي. نظرية انتهاء التاريخ اللي كان يعني يروج لها فوكوياما، يعني في ظل بروز قوة دولية وزيادة الصراعات والحروب في كل مكان، ما الذي يمكن أن نقوله عن فوكوياما؟ لا، هي انتهت نظرية فوكوياما على الأقل دلوقتي. ربما يعني يكتب لها الحياة بعد بقى معرفش كام سنة، لكنه كنت وجهة نظره بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، النموذج الغربي للحكم اللي بتمثل فيه الليبرالية الديمقراطية الليبرالية، ديمقراطية صندوق الانتخابات بس. الديمقراطية الليبرالية يبقى صندوق الانتخابات وحرية والحريات العامة واحترام حقوق الإنسان وفصل بين السلطات كما نراها في نموذج أمريكا وبريطانيا، يعتقد أن هذا النموذج هو ده نهاية التاريخ وده أفضل نموذج يمكن وده هو اللي هيسود العالم كله. لكن أحلمه، هو الرجل العايش يعني، وأحلمه يعني تحطمت على قدام عينيه، شاف تحطم. طيب يعني في الدقائق الأخيرة المتبقية خلينا نتابع مع حضرتك ومع مشاهدين السؤال اللي كنا طرحناه على فيسبوك بخصوص هذه الفقرة، هل ترى أن نظرية صراع الحضارات لا تزال قادرة على تفسير الأزمات الدولية الجارية، نعم أم لا؟ هكذا جاءت نتيجة الإجابة على هذا السؤال، 69% يقولون نعم ما زالت قادرة، 31% يقولون لا، ليست لم تعد قادرة على تفسير أي من الأزمات الجارية. رأي حضرتك أستاذ سيد؟ رأيي أنها موجودة مش بالشكل اللي هو يعني كلها صحيحة أو كلها خاطئة، ولكنها تفسر بشكل مقبول جدا كتير من اللي بيحصل، لكن مش بالضرورة كل التفاصيل تسقط في يعني النظرية، لأن كمان النظرية فيها تفاصيل كتير يعني. صحيح. يعني وبالتالي ما زال أفكاره بصفة عامة عايشة ومؤثرة، وكتير جدا من أفكار ترامب يأخذها من هذا الرجل الذي توفى سنة 2008. مشكورك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الأستاذ سيد جوبيل، شكرا يا فندم على هذا اللقاء. لكم أيضا مشاهدينا الكرام كل الشكر لحسن المتابعة، تحياتي وتحيات فريق العمل وإلى اللقاء.